قبل قليل صدر بيان من نادي الاتفاق موجه للجنة المسابقات برابطة الدوري المحترفين، ويطلب تدخل رئيس الرابطة المكلف لأنه وضع الاتفاق. البيان اللي صادر فيه يبدو أنه عنده مشكلة مع لجنة المسابقات. اللي أعرفه أنا أن رئيس الاتفاق هو صديق لرئيس لجنة المسابقات، بس إيش اللي وصل العلاقة إلى هذه الدرجة وصدور مثل هذا البيان الحقيقة الحاد؟ لما نقرأ حيثياته راح نعرف أشياء كثيرة ربما تقدم صورة مختلفة أو صورة جديدة عن طريقة ما يتم في كواليس إدارة كرة القدم السعودية. أمس بيان وقبل بيان واليوم بيان من هالنادي من هالنادي. يبدو أنه راح تكون اجتماعات الرابطة المحترفين السعودية اللي راح تتم يمكن قبل نهاية الموسم أعتقد، وتعرفون القرارات فيها تكون بالتصويت، فأعتقد المسؤولين في الرابطة يمكن يواجهون ضغط كبير من الأندية، خاصة الأندية اللي اعتقدت أو ترى أنه كان ما في معيار واحد للتعامل مع الأندية. مشكلتنا أنه الأندية الغير الجماهيرية ترى أنه الأندية الجماهيرية تحظى بمعاملة تفضيلية داخل اتحاد كرة القدم ورابطة الدوري المحترفين. الأندية ترى هذا الشيء، لكن ربما ما يكون له دليل، لكن هذه البيانات اللي تصدر من هنا وهناك يمكن تعطي مؤشر للحالة اللي توجد بين الأندية وبين الجهات المشرفة على إدارة كرة القدم في البلد. خلينا نروح نبدأ الحلقة بالعناوين ونكمل بعدين. خروج 14 نادي من